يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المحلات حيث إنه يزن الطعام مع الإناء الذي يضع فيه الطعام، وهل الأولى أن يزن الطعام بمفرده ثم يضعه في الإناء بعد ذلك؟ لا، القاعدة أنه يزن الإناء قبل، يزن الإناء ويعرف وزنه، ثم يزن يملأه بالطعام ويزنه وإذا تبين الوزن يخفض منه وزن الإناء، يخفض منه وزن الإناء اللي علمه. نعم.